بلشت المعابطة وبلشت يشيل في ظهره ويزيح الكرسي وراح ما كتفه ينخلعه لما كان. الخطوة الثالثة بالسلسلة اللي احنا عاملينها اللي هي كيف الواحد يتطور في جسمه كيف يوصل للي بده اياه. الخطوة الثالثة اللي راح نعملها اللي هي اول شيء حطينا النية، نويت بدي اتغير، حددنا الاهداف، سجلت في الجيم وبدأت. طيب هلأ شو؟ بدنا نعرف كيف ندخل على التمرين او to approach طريقة التمارين بدون ما انا ادمر حالي في اول اسبوع اروح على الجيم ويلا وفي حماس وحضرت الفيديو للبيك جي وحضرت الفيديو لجمال الكوتش وحمسني وبدي اروح هلا وحطيت الهدف سجل في الجيم ويلا اول اسبوع او اول اربعة ايام شد 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 وتمرين وانا مش عارف شو اللي عماله بصير بجسمي، مش عارف شو اللي عماله بصير بالعضلات، ومسكت دايت مره واحده وبطلت اكل ولا اشي وكذا وهذا. وصلنا اخر الاسبوع في دمار عاطفي للعضلات صار، يعني اوجاع بنت كلب، واحد مش عارف من وين عمالها بتجي الاوجاع، مش عارف يمشي، بيكره الجيم وبيكره حياته وبيكره الناس وبيكره الدايت. وشو راح يعمل في اخر الاسبوع؟ راح يخبص الدنيا ويقول ببلش الاسبوع الجاي. اذا انت بحياتك رحت على الجيم او في حياتك دخلتي على جيم او عملتوا تمارين او حتى ركض، انا متاكد انه هذا الاشي صار معاكم. فهذا الاشي طريقة كتير غلط ومش مستمرة. again اللي احنا بنطلع عليه هو الهدف في عيد المدى زي ما حكينا في الفيديو اللي قبله، انا بدي اوصل لهذا الهدف، فانا بدي امشي في طريقة gradual اللي هي شوي شوي، بس مش شوي شوي يعني بدي اكون كسول، لا شوي شوي اني ادخل اتطرق للاهداف اللي بدي اياها، هدف قصير المدى بوصل للي بعده بوصل للي بعده. فعشان ابدأ بالجيم بروح ببدأ بطريقة عادية. حتى إذا أنت من الناس اللي بتمرن كتير إلك وبتمرن إلك زمان ووقفت فترة ورجعت، ما ترجع إنه والله متحمس يلا اليوم تشيست وهبا وأنا ما كنت أرفع 100 كيلو على البنش بريس زمان يلا وخلينا أقول يا الله. شوي شوي حمل عضلات، حمل مفاصل، أدخل على التمرين بأريحية، ممكن تعمل فول بادي بأول يوم أول يومين اللي تحضر جسمك للي بده يجيه. هلا للناس اللي أول مرة بتتمرن بتروح تتمرن يومين بعدين خد يوم أوف عشان جسمك تريكفر يتعافى في استشفاء العضلي، بعدين نرجع نتمرن كمان يومين بعدين برجع باخد لي كمان يومين أوف برضو عشان يصير عندي استشفاء عضلي، وبنفس الوقت ما أكرهش حياتي وتصيبني الأوجاع الخرافية اللي حكينا عنها. هلأ إذا أنت حبيت والله يكون متحمس كتير أول أسبوع تمرن 3 أيام عادي بعديها خد يوم أو يومين أوف، اسمع لجسمك، مهم كتير انك تسمع لجسمك وتشوف جسمك شو عماله بيحكي. هل انا والله يعني رح تحضر موتيفيشنال فيديو من الشباب ديفيد جوجنز روح وقتل حالك وانا كنت اركض وعندي بليسترز وعندي مش عارف شو ورجلي وركبي فرطوا والمثاني عندك فرطت والهذا وانا لسه بركض وانا لسه بعمل، هذا الزلمه بيحكي من تروما جاي عنده مشاكل نفسيه يعني وقاعد بطلعها في التمرين وطلعها في التمرين بطريقة غلط لما وصل انه كسر رجليه وتبهدل واكل هواء وقعد بعديها طبعا سنة ولا سنتين ريهاب وبعدين رجع شوي شوي. ادخل على التمرين بطريقة ذكية، تمرن بذكاء ما تتمرنش بطريقة بغباء، يعني ما تتمرن في طريقة الغباء والجنون. برضو لما تروح على الجيم راح تشوف ناس راح تشوف وحوش لهم بتمرنوا من سنين، هذا الزلمة اللي بحمي ب 30 كيلو قاعد هذا الزلمة متمرن من زمان، ممكن يكون برضو عماله باخذ هرمونات، ممكن باخذ محفزات، ممكن ما اخذ بري ورك اوت اللي انت لسه هلا بتعرفش ايش هو، عادي هذا الزلمة خليه في حاله، طلع عليه تحفز منه انك انت بدك تمرن، بس ما تخليه انه والله هذا عماله بيشيل 30 كيلو ورم اب انا حخش زيه، ولا شاركت حدا في ماشين يا سلام هذول الشباب الحلوين اللي بيجوني دائما، يعني انا بشوفهم بكون انا بتمرن على ماشين وانا في نص تمريني ومحمي لي ساعه ونص وداخل في نص التمرين وحاطط والله 60 ولا 80 كيلو عمالي بتمرن فيهم، بيجي عشان بيستحي يشيل الوزن بقول لك ممكن اشاركك لانه الجيم عجقه شوي، عادي اهلا وسهلا تفضل نشارك بعض، بيجي بدل ما يشيل الوزن بنزل عليه وبقول له طب يا زلمه ما انا هلا شايفك انت دخلت الجيم، دخلت الجيم حتى ما دخلتش على التريدميل ما عملتش وورم اب ما عملتش احماء ولا اشي هيك ويلا وبدك تدخل مع اضخم واحد في الجيم وتتمرن معاه في اوزانه، هذا اسمه غباء،
هذا اسمه هذا حيجيبك كتاب، هذا يعمل لك إصابة وبعد بكرة بتكون طالع من الجيم، وبعد الإصابة عندك سنتين to recover. أرجوكم ما حد يتمرن بهذه الطريقة، شوي شوي على حالك. وبرضه ما معنات شوي شوي على حالك ان تكون كسول وتكون زي الهبال، تضلك حامل 2 كيلو لك 3 شهور بتمرن وانت لسه في 2 كيلو قاعد بترفرف فيهم، برضه مش منطقي. يعني في شيء اسمه gradual progressive overload، شوي شوي احنا رح نزيد التمارين، شوي شوي احنا رح نزيد الاوزان، بس بنزيد الاوزان بطريقه انه العضله عمالها بتستحمل. اذا والله انا التمرين اللي ماشي عليه الكوتش حاطط لي، والله انا ماشي على البرامج الكوتش جمال، الكوتش حاطط لي 10 عدات انا عملتهم اول شهر ب 2 3 كيلو، الشهر الثاني او الاسبوع الثاني او الثالث طورت صرت اقدر اعملهم ب 6 كيلو، ما بضلني على 3 كيلو، حطلع على 6 كيلو وحجرب ال 8 كيلو، اذا ال 8 كيلو ما زبطت معي برد برجع على 6. وهاي شغله كثير مهمه كمان انتبهوا عليها، انه الناس اللي بروحوا بطول وزن مثلا، راح طال 28 وهاي شفتها هذيك المره مع شاب بالجيم، طال 28 كيلو بده يعمل فيهم شولدر بريس، 28 من هون 28 من هون، ما شاء الله الوحش طلع فيها، قال يا الله ما طلعتش معه، بلشت المعابطه وبلشت يشيل في ظهره ويزيح الكرسي وراح ما كتفه ينخلع لما كانت راح توقع منه ليه؟ طب انت جربتها ما عندي اي مشكله، حلوين طلعت من 22 نطيت على 28 لانك حسيت حالك هيك حميان اوكي ماشي، ما طلعت معك نزلها وارجع لل 24 ارجع لل 22، ما يعني ما في اي مشكله، ما تستحي من الموضوع، ترى الجيم مكان انت رايح تحسن صحتك فيه مش رايح تاذي حالك، ركزوا لي على هاي النقطه. لهيك راح اخلص الفيديو، ما راح اطول فيه برضه، راح احاول كل مره اخلي الفيديوهات شوي قصيره في اولها بعدين بنزيد الفيديوهات لما نشوف الناس شو اهتمامها. عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب، ما عجبكم الفيديو اكتبوا لي برضه بالكومنت انه ما عجبنا الفيديو مش عجبنا هذا المحتوى احكي عن اشي تاني.